وحول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة نورة جمال المعلى، رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية. أهلا بك في نشرة الثالثة. إذن ما هي أبرز المحاور التي تم مناقشتها خلال مناقشات الطاولة المستديرة في يومها الأول؟ مساء الخير عليكم جميعا. اليوم برعاية سعادة النائب العام انطلقت أولى مناقشات الطاولة المستديرة بعنوان الاحتيال الإلكتروني، تحديات والمواجهة، وذلك بمشاركة من قطاع البنوك والصيرفة وشركات الدفع الإلكتروني وعدد من الجهات ذات الصلة. حقيقة مواجهة هذه النوعية من الجرائم تتطلب جهد مشترك وتضافر ما بين مختلف الجهات في القطاع العام والخاص بالمملكة. عدد الحضور اللي كان مشارك اليوم هو أبرز دليل على وجود الوعي المجتمعي وتحمل هذه الجهات لمسؤوليتهم الوطنية تجاه مكافحة هذه الجرائم. اليوم عرضت النيابة العامة عرض تناولت فيه تحديات مواجهة الاحتيال الإلكتروني، واللي تتمثل في عنصر سرعة انتقال الأموال وسلطة التحفظ عليها. أيضا عرضنا جانب من تجارب الدول في هذا الشأن. بإذن الله بيوم الغد بيتم استعراض ومناقشة التوصيات المقترحة والمتوافق عليها ما بين الجهات المشاركة، وذلك في سبيل الحد من جرائم الاحتيال الإلكتروني. نعم الأستاذة نورة جمال المعلى، رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية، شكرا جزيلا لك.